معانا طبعا الكابتن الكبير وخبير التحكيم الكابتن ناصر عباس معانا على التليفون. ومساء الفل يا كابتن. مساء الخير عليك كابتن هاني، تحياتي لحضرتك وتحياتي لكل مشاهدي قناه النادي الاهلي والنجوم الكبار كابتن حسيس والكابتن عمرو. بنستمتع بادائكم، حاجه محترمه جدا وحاجه جميله بصراحه. ربنا يخليك يا كابتن. يمكن قبل البطوله كان كل الناس يعني بتقول ان احنا ان شاء الله باذن الله منتخبنا هيأدي بشكل كويس، وان شاء الله باذن الله هنقدم كره حلوه و و و. على الجانب الاخر كان في تشكيك في التحكيم المصري والحكام اللي رايحين الكاف او الكان الحقيقه، ولكن ظهر العكس لغايه دلوقتي، اداء اكتر من رائع لحكامنا في طبعا في كوت ديفوار. الجانب الاخر تذبذب واضح في اداء منتخبنا. عايز اعرف رايك او تقييمك لي يمكن المباريات اللي ادارها التحكيم المصري في ابيجان 2023. بالظبط كابتن هاني، هي البدايه كانت بدايه مطمنه جدا وبدايه جيده، اختيار 7 حكام من مصر في البطوله، ودي اول مره تحصل كابتن هاني ان يتم اختيار 7 حكام. اول مره يعني احنا كان عندنا 3 حكام ساحه او صفاره، امين عمر، محمد عادل، محمد معروف. عندنا حكمين مساعدين، احمد محمود ابو الرجال واحمد حسام طه، وكمان عندنا على تقنيه الفار محمود عاشور ومحمود البنا. الجميل جدا يا كابتن هاني في البدايه اللي حصل ان تم تعيين طاقم تحكيم بالكامل في المباراه الافتتاحيه، وهي دي في الحقيقه طبعا كانت حاجه جميله جدا. تحكيم كامل بمعنى ساحه وحكم مساعد وفار كمان، كل كان الطاقم مصر كله بالظبط كده، يعني كان امين عمر الحكم الميدان، وكان محمود ابو الرجال واحمد حسام طه مساعدين، وكان محمد معروف حكم رابع، وكان على تقنيه الفيديو محمود عاشور ومحمود البنا. اختيار سبق السته دول يا كابتن هاني في مباراه افتتاحيه موضوع مش سهل جدا، وكان اختيار صعب من اجل الحكام في افريقيا ان يتم اسناد المباراه الافتتاحيه لطاقم تحكيم مصر بالكامل. هم كانوا عندهم مسؤوليه كبيره، وفعلا كانوا قد المسؤوليه، قدموا نموذج رائع جدا للتحكيم المصري كابتن هاني بجد. يعني لما نيجي نروح لامير عمر، وانت في جمله شهيره جدا بتقولها معايا في البرنامج لما اكون موجود مع حضرتك، ازاي الحكم يستمتع بادائه التحكيمي؟ مظبوط. ودي لحد دلوقتي ان في حكام كتير مش عارفه تستمتع بادائها التحكيمي. هذه المباراه اعتقد 6 حكام استمتعوا بادائهم التحكيمي، قدموا مردود طيب جدا جدا للتحكيم المصري. مفيش ولا مره امين عمر راح للفار، ودي حاجه جميله جدا تحسب لطاقم التحكيم نتيجه التفاهم. ايضا امين عمر كان عنده قراءه يعني لطرق اللعب، ودي مهمه جدا يا كابتن هاني انك انت تبقى دارس كويس قوي قوي المباراه، سواء كان من طرق اللعب او التحركات. دي كانت المباراة الأولى اللي كانت أمين عمر، وهو يمكن هو إدى ثقة كبيرة جدا لبقية الحكام في البطولة. صحيح. بعد كده تم تعيين محمد عادل في مباراة مهمة جدا جدا كابتن هاني، أيضا كان معاه مباراة مالي وجنوب أفريقيا، لعب محمد عادل مع أبو الرجال ولعب مع أحمد حسام طه، عملوا مباراة كبيرة جدا جدا جدا. إن شاء الله بكرة إن شاء الله عندنا مباراة، وتحكيم مصر أيضا محمد معروف بيدير مباراه موريتانيا وانجولا. يعني الحمد لله تحكيم مصر ماشي بشكل كويس قوي 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 قوي، قدم مردود كويس قوي قوي في هذه البطوله.